السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بصحه وراحه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى انكم تكونوا دائما وابدا بخير ان شاء الله. يا رب تكون ايامكم كلها زوينه، ونكونوا ايضا كنحاولوا نقدروا نوصلوا لكم، او نكون كنحاول انا نقدر نكون كنوصل لكم ولو شويه من الطلبات ديالكم. اليوم ان شاء الله عندنا حلقه الطاجين المغربي، الطاجين المغربي، ولكن شوفوا راه غادي نديروا ليه حلول اخرى باش ما تشعلش فينا العافيه بحال ديك المره. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الطاجين ديال الكباب المغدور، وغنديروا الطاجين المقفول، وغنديروا ايضا طاجين بيض بجلبانه اللي كيجي ارديحي. طيب هرجع اقول او اشرح انا قلت ايه، ودائما ناس كثيره جدا زوزو طب ليه مش بتتكلمي مغربي، لانه دلوقتي اراهن انه ناس كثيره جدا من المتابعين في الدول العربيه ما فهموش انا قلت ايه، عشان كده هرجع اترجم انا قلت ايه، وخلونا نتكلم مصري على مغربي الاثنين مع بعض. عندي النهاردة حلقة طاجين مغربي، وبقول أتمنى أنه أكون يا رب أقدر أوصل لكم ولو حاجة بسيطة من طلباتكم اللي بتطلبوها. كل الوصفات اللي احنا بنعملها بناء على طلبات حضراتكم، بنحاول نجمع الوصفات اللي تليق على بعض ونعملها في حلقة واحدة. النهاردة عندي ثلاثة طاجين مغربي. عندي طاجين اسمه طاجين المقفول، بيبقى بالبصل والطماطم، حاجة روعة جدا بتتميز به مدينة مراكش أكتر حاجة، والجنوب كمان. كمان عندي طاجين كباب المغدور، وعندنا هقول لكم كباب مغدور حاجة زي الحمام الكذاب والحاجات دي، يعني حاجة قريبة كده، بس هو لحمة كباب. كمان عندي حاجة تالتة، وهي ايه؟ وهي طاجين جلبانة والبيض، طاجن كده للبسلة والبيض والطماطم، بيبقى حاجة أرديحي، حاجة كده على قد جيوبنا. النهاردة أول طاجين عندي، أنا طبعاً التواجن كلهم هرسهم، يلا غنمشي نشري التواجن. النهارده هعمل بدل الطاجين، عشان انت كمان لو ما عندكيش طاجن في البيت المغربي ممكن تعمليه زي في طاسه. النهارده انا هشتغل على الطاسه. هحتاج في طاجين الكباب المغدور لحمه مكعبات تكون متقطعه، اي قطعيه لحم، اي قطعيه لحمه عندك براحتك خالص، بس يفضل انها تكون قطعيه اللحمه ما يكونش فيها عروق كتير وما يكونش فيها دهن كتير. كمان عندي بصل مفروم، عندنا شويه سمنه، السمنه الحار طبعا، السمنه المغربي، او ممكن تستبدليه بالسمنه اللي عند حضرتك. عندنا ثوم مفروم ناعم جدا، كمان ثلاث معالق، انا واخده هنا ثلاث معالق بقدونس على الكيلو، يكون مفروم ناعم جدا البقدونس اللي هو المعدنوس. عندي عواد قرفه، جنزبيل اللي هو سكنجبير، بابريكا اللي هي التحميرة، كزبرة ناشفة اللي هو القزبر يابس، مطحون طبعا، ملح وفلفل اسود، وهحط شوية زيت عادي او زيت زيتون مع الطاسة بتاعتي. هحط انا طبعا هنا ما سخنتش الطاسة المرة دي خالص، اهو حطيت لكم شوية زيت تمام. وهنروح بقى على العين اللي هي شغالة اوريدي، تعالوا بينا. يلا حطينا الحاجات بتاعتنا او الزيت، هحط شوية سمنة وانزل بالبصل معاه، بس اول ما تسيح السمنة بتاعتي. سمن الحار اللي كيجيني زوين ولديد ورائع وبيديني مذاق حلو جدا. سمنة المغربي هتلاقوها نازلة على صفحة بصحة وراحة النهاردة، وهتلاقوها نازلة على الستوري كمان، هتلاقوها منزلها لكم على الستوري، هتبقى معاكم حلوة جدا، وجربوها مش هتندموا. يدوب نعملها دلوقتي عشان نستعملها في رمضان في الأكلات، لأنه رمضان هيبقى عندنا، هأعلنها من دلوقتي، هيبقى مغربي 100%. لا والأحلى من ده أنه هيبقى برضو باختيار الناس، يعني أنتوا اللي هتقولوا لي الوصفات، والوصفات هتبقى بتاعتكم مش بتاعتي فقط. خلاص هنا حطيت الزبدة أو السمنة بتاعتي مع الزيت، زيت زيتون، زيت نباتي، براحتنا خالص. أنا حطيت هنا شوية بسيط، وهحط البصل اللي أنا فرماه، يفضل يكون بصل أبيض مش الأحمر. هحط البصل بتاعي وهبتدي اقلب فيه تقليبة حلوة لحد ما احس انه تغلف كله بالمادة الدهنية اللي عندي. طيب هقعد استنى فيه شوية، هقعد استنى فيه شوية لحد ما يبتدي ياخد ويدي معايا، انه يبتدي احس انه دخلوا السوا، او ابتدى يخشوا السوا، يعني ابتدى يبقى معايا شفاف، وده ضروري جدا. نرجع نتكلم عن اللحمة. اللحمة القطعية الصح اننا ناخد قطعية صح، باخد القطعية من عند الفخذ او من عند الكتف تمام، يفضل انها تبقى من عند الفخذ عشان نعملها حلو. نفس الحتة اللي بنقطع منها البوفتيك هي دي اللي تقولوا للراجل عايزين منها لحمة مكعبات عشان الشيش عامة يبقى معاكم حلو. يفضل ان ما يبقاش فيها عروق كتيرة جدا. هنا بتسموها ايه العروق دي؟ لو حد يعرف ممكن يفيدني. الجلدة
لا يعني هنا عندي لحمة بيبقى فيها زي الخيوط بيضة، احنا كنقولوا لها العروق. هنا في مصر لسه يعني في حاجات برضو، شوفوا العرق المغربي برضو بيطلع، مش في حاجات مش ببقى عارفاها او ما ببقاش محددها، بس هي العروق دي. وبيتهيأ لي انه هنا كمان الدهن ما يبقاش فيها دهن في اللحمه داخلها في النص غير قليل قوي، وده اللي بيخلي الكباب عامه او لحمه الكباب تبقى حلوه. كمان هرجع انوه انه ناس كتيره جدا قالت لي يا زوزو انت في حلقه من حلقاتك قلتي ليه ليه بتحطوا ما بتحطوش الملح مع اللحمه، ده الملح بيأخر سوى اللحمه. تعالي لي بقى هنا، الملح لا بيقدم ولا بيأخر، عارفه الاغنيه بتاعت لا بيقدم ولا بيأخر، الملح نفس دور الاغنيه دي، ما لا بيقدم ولا بيأخر خالص نهائيا، لا بيسوي لك اللحمه ولا بيأخر سواها. هي تكنيك، الفكرة في التكنيك. في أكلات بنحب إننا مثلا نحط اللحمة مع ونحط الملح معاها من الأول عشان خاطر ننزل المية اللي فيها ونشتغل بيها، لأن هي لازم تبقى مثلا كده. في حاجات ما ينفعش نحط فيها الملح عشان أنا عايزة اللحمة تبقى معايا جوسي جدا وتبقى معايا حلوة قوي وتبقى معايا طرية جدا فبنعملها. بس على العموم اللحمه لو حطيت لها الملح من الاول او من الاخر ما يمنعش. الشوى او شوي اللحمه، شوي اللحمه من الاساسيات، ما تشويليش لحمه من غير ملح. تقولي لي اصلها هحط الملح في الاخر، لا، الشوي لازم، اي فيلي اي قطعيه لحمه لازم تتبل بالملح والفلفل الاسود، دول مكونين ما فيش عنهم غنى في الشوي عشان يديكي طعم حلو، ولو عايزه تحافظي على طعم اللحمه زي ما هو. ارجوكم خدوا المعلومات دي عن ثقة، دوروا ابحثوا قبل ما يعني ما تعملوش، ما تقولوش مش هنحط ملح دلوقتي وخلاص. سلق اللحمة بياخد له ساعة، من 50 ل 60 دقيقة. طيب ال50 وال60 دقيقة هي حطيت الملح او ما حطيتش الملح، خلاص عشان بس نبقى متفقين. البصل بتاعي بصوا دبل معايا ازاي وبقى شكله ايه، اهو شايفين بقى معايا حلو جدا. هنزل باللحمة بتاعتي المقطعة مكعبات حلوة. كمان في نقطة حلوة جدا، ناس كتيرة جدا برضو بتسأل عن هل يجوز اللحمة بتتغسل. علميا وصحيا اللحمة ما بتتغسلش، بس لازم نبقى واخدينها من مصدر موثوق فيه، ان اللحمة ما تمرمطتش في الارض واتداس عليها ومليون الف ايد ما معرفش كانت فين مسكتها، يعني يبقى لازم مصدرنا يكون موثوق، الا لو احنا دابحين مثلا عندنا في البيت فبنبقى عارفين اننا احنا منظفين اللحمة او مقطعينها وهي فريش بالشكل ده. طيب اللحمة ما بتتغسلش يا زوزو، اوف ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللحمة فيها نوع من انواع البكتيريا بتحمي اللحمة دي، هي مش ضارة لينا بس هي بتحمي اللحمة وبتحافظ عليها. لما بتتغسل بننشط احنا نوع بكتيريا تاني او بنشط نوع البكتيريا ده، فبيخليه يبقى ممكن يعمل لنا مغص، وده اللي احنا كتير جدا ناس كتيرة جدا ما بتعرفوش. نفس فكرة الكبدة، ناس كتيرة جدا هتقول لا بس برضو يعني لازم نغسله. يا براحتك خالص، يعني احنا بنقول معلومات عامة وحضرتك انت اللي بتعملي ده، او انت المسؤولة عن الاكلة اللي انت بتعمليها في بيتك، يعني احنا بنوريك الطريقة والطعم وبنديكي معلومات على قد ما احنا اتعلمناها لما كنا بندرس وخلاص، يعني دي حاجة في الاول وفي الاخر بتاعتنا بترجع لينا. عود قرفة هاخد 2، ثوم مفروم يفضل اني اخد ايد الهون وادق الثوم حلو جدا. في من يومين جالي مسج قال لي انت بتعملي ايه، كنت بدق الايه بتاعت الملوخيه الطشه في ايد الهون، ففي كان معايا تليفون فبيقولوا لي انت لسه بتدقي في ايد الهون، ايه ده احنا ايد الهون ده نسيناه من 10 سنين. ايد الهون ضروري جدا تكون عندك موجوده في المطبخ، ضروري جدا، لانها بتعمل لنا حاجات كتيره جدا، في وصفات كتيره قوي بنحتاج ان الثوم يطلع العصاره اللي فيه ويبقى معانا معجون، وفي نفس الوقت في شويه خشونه، فبحتاج انا بايد الهون ضروري جدا. في حاجات بنحتاج اننا نعملها في الحلويات، في المستكه مثلا، في المكسرات، في الاكلات نفسها، في سلطات، يعني حاجات كتيره جدا بنحتاج فيها ايد الهون، فخليه معاكي دايما في المطبخ ما تنسيهوش. الكبه الزغنطوطه دي ما بتعملش اللي بيعملوا ايد الهون، فخلي عندك دي وخلي عندك دي لو تقدري. نرجع هنا، حطينا البصل شوحناه، حطيت اللحمه بتاعتي ابتدت تتشوح معايا طبعا مع السمنه
وشويه زيت، حطيت عواد القرفه والثوم، وهنا الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه بتديني طعم حلو قوي في الكباب عامه. هنا البابريكا اللي هي التحميره، والجنزبيل اللي هو سكنجبير. الوصفه دي هي التتبيله بتاعتها كده، بيفضل لنا بس حاجه واحده، الفلفل الاسود اهو، والملح بتاعنا برضو حسب الرغبه. خلاص انا ممكن ازود حاجه بسيطه. هقلب تقليبه كمان. الكباب ده ما بيستويش. ليه بنسميه الكباب مخضور؟ لانه مش بيتسيخ، مش بيتشوي، بنديله طعم الشوى وهو هنا في الطاسه، ما بيتزودلوش ميه كتير، بنزود له كوبايه بس ميه، بنوطي عليه النار، بنعتمد على البصل وعلى الثوم وعلى اللحمه هي اللي تطلع العصاره اللي فيها، وده اللي بيعمل لنا الصوص. هحتاج هنا دلوقتي، انا قلبت كل المكونات زي ما حضراتكم شايفين اهو، هحتاج نص الكميه بتاعتي بتاعت البقدونس، والنص الباقي هسيبها في الاخر خالص. ليه؟ عشان تحافظ على اللون بتاعها وتديني شكل حلو وتديني تيست كمان اقوى. فتقليبه كمان ونخليها حلوه قوي كده. خلاص حالا اهو شايفين بالمنظر ده. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد كوبايه ميه واقوم نازله بيها في الطاسه بتاعتي. لو عندك طاجين مغربي اعملها في الطاجين المغربي. تمام، هاخد كوبايتي اهي، كوبايه الشاي بس كده. خليني ازود نقطه بسيطه كده وخلاص، مش هزود تاني ميه لا اقل ولا اكتر. هوطي النار على الاخر، على اخر حاجه تتخيليها. هساعدها تاني بس كده وانزل كل الحاجات اللي عندي في الجنب كده اهو، واعمل بس اهو بس كده. هخليها هوطي عليها النار تماما. ايوه بس كده، وطيت عليها النار، هغطيها وهسيبها تاخد وقتها في السوى. في ناس بتحب بعد ما يستوي تزود زيتون وليمون معصفر، مش معصفر، مخلل، وفي ناس بتحب تزود عليه البيض. تمام، كتقاليد بنحط عليه الليمون والزيتون، وكمان بنحط عليه البيض. بنفتح البيض كده ونقوم رميينها عليه كانها عيون، وبتتساب عشان يديني كشكل او كتزيين. انت لك الحريه ولك الاختيار. انا النهارده قلت هعمل جلبانه بالبيض او البسله بالبيض، مش هعمل دي بالبيض خالص، هخليه كده بس بالليمون وكمان الزيتون بس، بعد ما احس انه قرب معايا يستوي وفاضل له خمس دقائق. هياخد له حوالي 30 دقيقه او 35 دقيقه، بعد كده هحط المكونات دي واسيبه 10 دقائق، هي 45 دقيقه، وبقى معايا طاجين الكباب المخضور واجد معايا. تابعونا، هنروح فاصل وهنرجع على طول عشان نديرو باش نديرو الجلبانه والبيض. خليكم معانا. رجعت لكم من الفاصل. تعالوا نبص بصه على الكباب المخضور اللي احنا عملناه اهو. خليني اعمل كده، نوسع شويه لنفسنا بالشكل. خليني ابص بصه ونقلبه تقليبه. شايفين انا حتى كوبايه ميه فقط لا اقل ولا اكتر، النار تكون هاديه خالص، نخليه بقى يستوي على اقل من مهله. هياخد معاكي المده بتاعته، يعني عقبال ما نيجي نخلص الحلقه النهارده هتلاقي اللحمه بتاعتنا استوت وعملت الصوص بتاعها حلو جدا وبقت معانا تمام قوي قوي قوي. هقفل عليه واسيبه يكمل سوا. عندي هنا بقى طاجين قرديحي. يعني قرديحي يعني ايه يا زوزو؟ يعني طاجين اقتصادي حلو جدا وجميل جدا وطعمه ولا اروع. هنحتاج فيه ايه؟ طاجين الجلبانه والبيض. ده بنعمله، يعني عايزه اقول لكم ده نصير الشباب اللي ساكنين لوحدهم عندنا في المغرب. وكمان مش بس كده، الناس اللي في الجامعه بيبقوا بيدرسوا، بيبقوا مثلا في مدينه تانية، فبيبقى الموضوع ده من اسهل الحاجات واطعمها، وحلو قوي 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 قوي، وهيعجبكم التست. ممكن تضيفوا عليه مكعبات فراخ، ممكن تضيفوا مكعبات لحمه، ممكن تضيفوا كور لحمه مفرومه نعجنها مع نفس التتبيله ونقوم حاطينها، يعني براحتنا خالص. هحتاج بسله اللي هي جلبانه، خلاص نص كيلو بسله. طبعا انا هنا واخداها مسلوقه، انتم مش هتعملوها مسلوقه خالص، بصله مفرومه، ثمره طماطم مقشره ومفرومه يعني من غير قشره ضروري جدا، معلقه صغيره من صلصه الطماطم، فص ثوم واحد بس على الكميه دي، ثمره فلفل حار وملح حسب الرغبه،
عندي معلقة صغيرة من البابريكا اللي هي تحمرة، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود اللي هو الإبزار، وكمان معلقتين كبار من القزبر والمعدنوس اللي هي كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم، 4 معالق زيت زيتون، وثلاث بيضات. طبعا عيش للتقديم ده ضروري جدا، بنقدم بالخبز، كنغمسه احنا بالخبز. يفضل انه يكون عندكم الخبز ديال الدار او الخبز المغربي، ما عندكمش زي دلوقتي زي حالاتي فما توفرش عندي فاخدت الباجيت. نحط الطاجين ديالنا، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد شوية زيت زيتون، 4 معالق بتاعتي زيت زيتون، حلو جدا. وناخد زيت زيتون يفضل انه يكون بكر، واحط البصل، خليني يا زوزو تعالي تعالي تعالي، ايوة كده، هاخد البصل بتاعي واخليه يبتدي يتشوح معايا. بس وهو بيتشوح البصل ده انا هعمل ايه؟ هاخد الطماطمايه، ضروري جدا عشان اعمل الصوص اللي انا عايزاه. باخد الطماطم او مطيشه، يعني احنا البصل بنقول له بصله، يعني بدل بصل جمع بنقول بصله بصله، والطماطم كنقول لها مطيشه، والثوم كنقول له ثوم. يعني شوفوا الحاجات متقاربه، بس عايزين ايه نركز فيها ونحفظها ويبقى معاكم اللهجه المغربي سهله قوي. عندي هنا فص ثوم واحد، ممكن افرمه، ممكن اقطعه حلقات، وممكن اعمله زي ما انا هعمله دلوقتي، هحط الفص بالشكل ده وهقوم بس كده خلاص، وهقوم بس مش عايزه اكتر من كده، وهنزل بيه على طول على الطاجين او في الطاجين بتاعي. في المرحلة دي ممكن يا جماعة تحطولي معاهم فراخ زي ما قلت، لحمة اللي انت عايزاه، كفتة تكون متكورة، يعني براحتك على الآخر. كزبرة والبقدونس المفرومين شوية حلوين، نسيب شوية نزين بيه. كمان عندي هنا لاصوص طومات أو صلصة الطماطم، باخد الكمية بتاعتي اللي هتكفيني، وابتدي أنزل بالتتبيلة، التتبيلة اللي هي بابريكا، حمارة، كمون، حلو قوي الكمون في الوصفة دي، فلفل اسود، والملح، ملح حسب الرغبة، مش عايزين نكتر كتير عشان الطاجين المغربي لو حطينا فيه الملح او مش هينفع، لو زودنا الموضوع بزيادة مش هينفع نعالج، لانه رصته هي رصته خلاص. هنا زود شوية صلصة طماطم وخلاص، وهقلب اخليهم يتشوحوا مع بعض، بس اقلبهم الاول تقليبه حلوه عشان يبقى عندي الصوص، هعملهم بالطريقه دي واسيبهم يتشوحوا. حلو جدا، يعني لازم اسيبهم ياخدوا تشويحه حلوه. بس كده بسيب البسله اخر حاجه، يعني ما بحطهاش دلوقتي نهائيا، انا حطيت كل المكونات بتاعتي. عايزه اقول لكم وصفه من الوصفات الحلوه قوي. نرجع بقى لايه؟ للناس اللي بتسال على اللايف، اللايف يا جماعه في بس مشكله بسيطه وان شاء الله هتتحل وهترجع تبقى معانا زي الفل، يعني ترجع تشتغل معانا حلو جدا. هنا عندي الفلفل، لو عايزينه سبايسي حراق زي حالاتي بحب الشطه، هاخد من دلوقتي وهبتدي احط الفلفل السبايسي، ممكن احطها سليمة الفلفلاية يعني براحتي خالص، لو مش بتحب الفلفل ما تحطيهوش خالص انها تبقى معاكي سبايسي، بس هو بيبقى حلو الصراحة وبيبقى جميل معانا جدا. تقليبة برضو بسيطة، وهنزل بالبسلة بتاعتي، بسلة اللي هي جلبانة، وهبتدي اقلب بسيط خالص، وهزود عليه كوباية مية، كوباية ما تبقاش مليانة، كوباية تبقى وسط معقولة، واخليه يستوي برضو على اقل من مهله، بس بحب اقلبه بالشكل ده الاول قبل ما احط عليه المية عشان
التتبيله تخش جوه يعني البسله تتشرب معايا التتبيله بتاعتي. طاجن ده حلو جدا، صحي جدا، جميل جدا، الخضار اللي فيه كلها جميله وحلوه وما فيهوش اي حاجه ممكن تكون مضره. طاجن نباتي حلو جدا، طاجين مغربي، طاجين نباتي بطريقه حلوه قوي وسهله جدا. بلس انه هرجع اقول لو عايزاه يبقى فيه لحمه هتحطي اللحمه اللي انت عايزاها، نوع اللحوم اللي تفضليه، ويبقى معاكي فيه لحمه. البيض بنحطه في الاخر خالص، في الاخر خالص بعد السوى. بياخد قد ايه عشان انا سلقاها؟ مش هتاخد معايا حوالي 15 دقيقه، لو مش مسلوقه هتاخد لها 30 دقيقه وتبقى معانا حلوه. هحط الكوبايه بوزعها من الجناب بالشكل ده وشويه كده عشان يبقى معايا فيه صوص حلو، ولسه البصل والطماطم كمان هينزلوا لي صوص حلو جدا او هيعملوا معايا صوص حلو قوي. بظبط الطاجين بتاعي، اوكي بظبط الطاجين بتاعي بالشكل ده اهو، واقفل عليه واسيبه ياخد وقته زي ما قلت لكم. النار تبقى متوسطه، ما تبقاش واطيه قوي، يعني ما تبقاش نازله زي الكباب المخضور. بنخليه ياخد وقته 30 دقيقه لو انا مش سلقه البسله. لو انا سلقه البسله ارجوكم هياخد معاكم ربع ساعه مش اكتر من كده، النار متوسطه. تابعونا عشان نعمل طاجين المراكشي الواعر بالزاف بالزاف، تحياتي لاهل مراكش طبعا. طاجين مقفول، خليكم معانا. رجعت لكم من الفاصل. طبعا دلوقتي عندي طاجينين، عملنا طاجين، اي نعم واحد في مقلاة ولا طاسة، لكن هما طاجينين. طاجين الكباب المخضور وهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو، شايفين؟ مش قادرة ارفعها كتير اهو، خليني عشان انا مسخنة النار كتير جدا هنا. وعندنا طاجين جلبانة اللي هو بيستوي معانا وبياخد وقته، ولسه وقته ما كملش معانا، يعني لسه قدامنا 20-25 دقيقة ليه. نقفله ونسيبه يكمل السوا. طاجين مراكشي، اصل الطاجين ده من مراكش، طاجين فعلا من الطواجن الحلوة جدا واللي طعمها اخر حاجة، يعني حكاية. بنحتاج فيه ايه؟ سجلوا معايا طاجين المقفول. عندي لحمه، كان ناخدوا اللحمه دي اللي ملج، اللي هي لحمه الموزه، لحمه الموزه اللي هي لحمه الملج اهو، شرحها بسيط. عندي 5 بصلات حلقات وبصله واحده مفرومه، 4 تمرات طماطم تكون حلقات بالقشر بتاعها عشان يفضل محافظ عليها، 6 معالق كبيره من زيت الزيتون، 5 معالق كبيره من العسل، ياب عسل عشان بيبقى سويت اند ساور، يعني عارفين الحلو والحادق كده بس مش بنحس بطعم الحلو، ملح حسب الرغبه، 2 عود قرفه مش 5، زعفران مذاب في نص كوبايه من الميه، وكركم وجنزبيل، ملح وفلفل اسود، قرفه ناعمه طبعا بنحتاجها ضروري جدا، وللتقديم خبز مغربي يفضل، ولو ما توفرش زي ما قلت لكم نقدم معاهم الباجيت بنغمس. عايزه تقدمي رز قدمي رز، يعني دي حاجه بتاعتك برضو بترجع لحضرتك انت اللي بتتحكمي فيها. نعمل كده ونعمل كده. هحط زيت الزيتون اهو على البارد عشان ما يتحرقش معانا بالظبط اللي هو كده. وهقوم واخده البصل المفروم، بس هو الطاجين لازم يتعمل على البارد ده بجد، واخد هنا اللحمه بتاعتي خلاص بالشكل ده. طيب باخد الحاجات دي ببتدي نشحرها او نتبلها نشوحها، مش نتبلها، نشوحها، نشوحها حلوة قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي اقلب في اللحمة بتاعتي في المرحلة دي، وانا بقلب فيها وبلفها يمين وشمال ابتدي احط التتبيلة بتاعتي، وده ضروري جدا. التتبيلة اللي هي خدوا بالكم الطاجين المغربي لما بيترص بيترص، ما بنقعدش نعمل فيه اي حاجة. هنا هاخد القرفة البودرة وما كترش كتير لان انا اوريدي عندي عواد قرفة. خلاص حطيت القرفة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده اهو، بسيط خالص مش كتير. هاخد الجنزبيل اللي هو سكنجبير وانزل بيه، كركم، خرقوم، وعندي زعفران، عندي هحتاج كوباية مية وهحتاج شوية من الزعفران الشعرة.
طيب انا هعمل ايه يا زوزو؟ انا اخذت الكوبايه اللي فيها ميه ودوبت فيها الزعفران، بس خلوني اعمل كده الطاجين عشان ياخد، لا تعالى كده، ايوه ياخد وقت. عندي الله الله الحاجات بتطير معايا. عندي هنا المكونات بتاعتي، وهحط الفلفل الاسود والملح كمان. خلاص قلبت كل حاجة وحطيت كل المكونات بتاعتي، هبتدي اقلب فيها واخليها تتشوح حلو قوي. هقفل عليهم الطاجين شوية، ضروري جدا اقفل عليهم الطاجين شوية ياخدوا التشويحة بتاعتهم. شوفوا كمية الزيت، مش هتلاقوا كمية زيت كتيرة خالص، يعني هي حاجة بسيطة لو تقيدنا بنفس المقدار. انا بحب من الاول اعمل معاهم ايه، احط معاهم نص كمية العسل، وبعد ما يستوي الطاجن بنزل من فوق عليه بالكمية التانية، هوريكم ازاي. بس هاخد شوية هنا، بسيط مش كتير على فكرة خالص، ونقوم سايبينهم عشان يتشحروا معاه، وبيديني لون وطعم للحمة حلو جدا وجميل جدا صراحة. وابتدي اقلب، خليني اخد دي هنا ودي هنا. دلوقتي عندي المية او كوباية المية اللي انا مدوبة فيها الزعفران، بنزل بيها من الجناب بعد ما بشوح اللحمة 10 دقايق لحد ما لونها يبيض، واغطيها واسيبها تتغطى حلو جدا. بزود الكوباية بتاعت المية بتاعتي، واجي للبصل الحلقات والطماطم الحلقات. خلاص بصل حلقات وطماطم حلقات، بنعمل فيهم ايه؟ كل اللي بتعملوه بتبتدوا ترصوهم رصة حلوة، لازم يبقوا متقطعين دواير، دواير ما تبقاش رفيعة قوي، تبقى معانا وسط عشان تبقى معاكم حلوة وتبقى جميلة، فقط لا اقل ولا اكتر. يعني الموضوع بسيط 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 يا جماعة بشكل خرافي. طاجننا تشوح وقفلناه، واعتبروا معايا انها قفلته اهو، وعدت عليه 10 دقايق. بفتح الطاجين بتاعي اهو، وابتدي بقى ارص البصل بالشكل ده. ابتدي ارص الطاجين بتاعي بالطريقة دي، الحلقات بتاعت البصل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الله ريحة طاجين بجلبانة ولا الكباب المخضر ولا التتبيلة اللي جنبي دي ودتني لغاية المغرب. يعني يا جماعة الناس اللي تتاح ليهم الفرصة انهم يروحوا ياكلوا الطاجين ده وهم مستمتعين بالمناظر الجميلة، المناظر الخلابة اللي موجودة في المغرب، بجد ما تترددوش نهائيا. مش عشان هي بلدي، انا شهادتي مجروحة فيها طبعا، بس عشان هي فعلا بلد تستحق انكم تروحوا لها تقضوا فيها ايام حلوة. البلد رائعة. مش هتكلم على مدينة معينة، بس هتكلم مع ان البلد ممكن تلاقي فيها كل اللي تتخيلي. عايزه بحر هتلاقي، عايزه جبال هتلاقي، عايزه مطر هتلاقي، عايزه ثلج هتلاقي، عايزه صحراء هتلاقي، يعني هتلاقي كل المناظر الحلوه قوي. عندي هنا الطماطم او مطيشه، هبتدي انزل بالطماطم بالشكل ده. خلاص كان سميه مقفول لاننا بنقفله من فوق خالص بالبصل والطماطم ومطيشه. خليني اعمل ايوه كده، وابتدي اقفل فيه من النص بالطريقه دي. ممكن ارجع اقفله كله من هنا، بس دي حاجه بتاعتكم، بس يفضل ان نخلي منظر البصل من الجناب ونخليه بالشكل ده او بالطريقه دي اللي حضراتكم شايفينها. باجي لعود القرفه، بحط عود قرفه من فوق، عود واحد بس كفايه او اتنين، بنحطه بالشكل ده عشان يديني النكهه، واغطي الطاجين بتاعي. بعد مرور 35 دقيقة على نار هادية خالص 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 من غير ما نقلب أي حاجة. خلاص احنا قلبنا وشوحنا العشر دقايق الأولانية، بعد كده ما بعملش أي حاجة غير إني بعمل حاجة واحدة، باخد العسل ده اللي حضراتكم شايفينه وأقوم منزلاه من فوق كمان معلقة كده على الوش. بعد مرور قد إيه؟ بعد مرور 35 دقيقة 40 دقيقة، بعد كده افتحي الطاجين وقومي نازله بالصوص بتاعك. تعالوا بينا هنا نعمل ايه؟ نعمل الزيتون والحامض للوصفه الثانيه بقى.
اللي هو الكباب المغدور عشان تلحق تبقى معانا. تمام، هاخد سكينة بتاعتي واخد ليمونة. لو لقيت بذر بشيله، العلفة اهي بشيلها واقوم. الله 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 على الروائح الجميلة والحلوة واللي تجنن. بصوا خلاص بقى معانا حلو جدا. بنزل انا بقى بالحامض او الليمون بتاعي يديني بس نكهة بالشكل ده. وهاخد زيتون، ممكن اخد زيتون ممكن اخد بيض، يعني براحتي خالص. هاخد كم واحدة من الزيتون، في ناس كتيرة جدا متحطلوش زيتون، بس انصحكم جربوه بالزيتون. وكمان بالبيض ممكن ناخد واحدة نعملها في النص عشان يبقى معمول على اصوله زي ما هو بالظبط. الله 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 بمعنى الله. هاخد واحدة هنا، هاخد بيضة واحدة. في المغرب بقى بنعمله بالشكل ده، بالطريقة دي. بنوزع مثلا اتنين تلاتة يعني براحتنا خالص، ونقوم قافلين عليه مرة كمان، نخليه شوية 10 دقايق 5 دقايق على نار واطية خالص. ونعمل ايه؟ وبعد كده نقدمه هو سخن مع الخبز. هطلع فاصل وهرجع لكم على طول، بس قبل الفاصل عايزة هوريكم هنعمل ايه. معلش اهو، شوفوا بقى البسلة عاملة ازاي، روعة روعة روعة. باخد هنا واحدة وهنا واحدة وبس كده، واقفل عليها واسيبها، خليها الناحية دي بس كده، واقفل عليهم برضو. واقفل عليهم قد ايه؟ بقفل عليهم دقيقتين ثلاثة عشان تبقى او يبقى البيض طري معايا، الصفار اللي جوه يبقى مية معايا، ما يبقاش متماسك. هطلع فاصل نضف كل حاجة عشان نقدم الوصفات بتاعتنا، تابعونا. رجعت لكم من الفاصل. طبعا تعالوا شوفوا معايا الحاجات اللي احنا عملناها، الحاجات الجميلة جدا والرائعة. هنا عملنا طاجين الكباب المغدور زي ما حضراتكم شايفين، وكمان عملنا الطواجن التانية، هوريكم واحد واحد. عارفين طاجين البيض وجلبانة. الله الله الله، خلي الحاجات دي هنا، ونقوم واخدين هنا رشة بسيطة برضو من البقدونس والكزبرة، واشيل دي. ده بقى ديال التغماس، هادشي ديال التغماس صراحة. يعني التغماس يعني احنا بناكل بالايد. ناس كتيرة جدا بتستغرب، زوزو بتاكلوا بالايد يا زوزو؟ بناكل بالايد في المغرب وفي اغلبية الدول العربية بناكل بالايد. ايدينا كده زي، عارفين زي الفول كده لما بتغمسوه، نغمس كده. طبعا دي احلى اكلة في الحياة ممكن الواحد ياكلها. ده الطاجين بتاعي، وده الطاجين الثالث، الطاجين المقفول بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين اهو. بيبقى حاجة روعة 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 روعة، بمعنى روعة. يعني لازم تجربوه، منظره وطعمه حكاية. بعد ما بيستوي معايا وتعدي 35 لـ40 دقيقة، باخد معلقة تانية من العسل، بعمل فيها ايه؟ اقوم نازلة بيها وسايباه قفل عليه وسايباه يغلي كمان. هو اللي بيديلي اللون اللي حضراتكم شايفينه بالمنظر ده. يعني بيبقى حاجة الصراحة ما حصلتش. خليني اعمل لكم كده ونقدمه بالطريقة دي، بس هبعده لكم شوية بس اهو. ونحط ده هنا. 3 من الطواجن المغربية الرائعة واللذيذة والزوينة بزاف، اللي فعلا كنتمنى انكم تجربوها لانها لا تقاوم، طعمها حلو قوي. في منها تشكيلة، يعني احنا عملنا تشكيلة على قد ما نقدر، ممكن تعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه او الطعم اللي تفضلوه. بصوا جمالهم ومنظرهم الحلو قوي، يعني حاجة صراحة تفتح النفس، حاجة تجوع كده. هفكركم كل حاجة ومقاديرها بليز بعد اذنكم. طبعا هنفكركم بالمقادير بتاع كل طاجن وانتوا بتتفرجوا عليه كده وتشوفوا المقادير بتاعته. يلا بينا يا استاذي. شكرا. عندي اول طاجين اللي هو طاجين جلبانة، هننزل لكم المقادير برضو مرة كمان وهقولها لكم. واخدة انا هنا نص كيلو من البسلة، انا سلقة البسلة، انت ما تسلقيهاش خالص. عندي كمان حباية من البصل متقطعة مفرومة ناعم جدا، ثمرة طماطم مقشرة ومفرومة، مقشرة يعني من غير قشرة خالص، معلقة صغيرة من صلصة الطماطم، فص ثوم
وثمرة من الفلفل الحار على حسب رغبتك، لو عايزة الشطة اعمليها، مش عايزة بلاش. معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقتين كبار من الكزبرة والبقدونس مفرومين، 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون، و3 بيضات. أنا هنا خدت بيضتين لأني سرقت التالتة في الطاجن التاني اللي جنبه بس كده. وزيناها بشوية كزبرة وبقدونس. المادة الدهنية ممكن تعملي اللي انت عايزاها براحتك خالص، بتتقدم برضو مع الخبز بتاعنا، يعني دي حاجة براحتنا على الآخر برضو بذوقنا. كباب المخضور أو طاجين الكباب المخضور بنحتاج فيه ايه؟ بنحتاج فيه عندي كيلو لحم كباب تكون متقطعة مربعات وسط، مكعبات وسط، بصلتين مفرومين، 3 معالق كبار من البقدونس المفروم، و3 فصوص ثوم، معلقه كبيره من السمن المملح المغربي، زي ما قلت لكم هتلاقوها النهارده على الصفحه بتاعت بصحه وراحه، وهتلاقوها على الستوري كمان على الانستغرام. كمان عندنا ملح حسب رغبتنا، معلقه صغيره من البابريكا اللي هي التحميره، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان معلقه كبيره من الكزبره الجافه، ومعلقه صغيره من الزنجبيل. عندي معاهم بنحط 2 عود قرفة، وممكن ما نحطش قرفة لو احنا مش عايزينها بس بيديها طعم حلو قوي، 1 كوباية مية لا اقل ولا اكتر، وللتزيين زيتون اخضر، ليمون مخلل، واوراق بقدونس. اما بالنسبة لطاجين المراكشي الغزال، طاجين المقفول، بنحتاج فيه ايه؟ يلا بينا. كيلو لحمة موزة اللي هو لحمة الملج، 5 بصلات حلقات وبصلة واحدة مفرومة، كمان عندي 4 تورات طماطم حلقات، وست معالق كبيرة من زيت الزيتون، 5 معالق كبيرة من العسل، بنحط النص بتاعها في الوصفة في الأول واللحمة بتتشوح مع التوابل والمكونات، والباقي بنحطه في الآخر خالص فوق البصل والطماطم. ملح حسب الرغبة، 2 عود قرفة، لو كبار حطي عود واحد أو اقسميه على النص، زعفران مذاب في نص كوباية من المية، وكمان عندي نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من القرفة الناعمة، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، وللتقديم عيش، خبز، رز، اعملي اللي انت عايزاه براحتك على الآخر، يعني كلهم هيبقوا معاكي حلوين جدا، بس أنا بنصحك بالخبز. الله، وغمسي، حسي بنفسك كأنك رحتي للمغرب، لأنك لما تروحي المغرب مش هتلاقيهم بيقدموا لك رز إلا لو انت طلبتيه. خديه مع الرز مع العيش كده وجربي التست، اعتبري نفسك انتقلتي للبلد نفسها ودقتي الاكل، وده اللي بنحاول نوصله من خلال بصحة وراحة صراحة، يعني بنحاول نوصل كل معالم المغرب ايا كانت، تراث، لبس، يعني الزي المغربي، الاطباق المغربية، التست المغربي، وان شاء الله ده اللي هيكون معانا كمان في رمضان. هحاول اصفركم في رمضان كده تقضوه معايا في المغرب، فطار هيبقى فطارك مختلف، هيبقى سحورك مختلف، هنعمل حتى الديزرت هنعمله المرة دي مختلف جدا جدا، يعني رمضان هيبقى معانا ديفنتلي حاجة تانية خالص بإذن الرحمن لو ربنا أراد. بحبكم جدا، أشوفكم على خير في حلقة جديدة من بصحة وراحة في رعاية الرحمن. باي باي.